من بيروت مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور وفيق إبراهيم، باحث في شأن الشرق الأوسط. دكتور وفيق، أهلا ومرحبا بك على شاشتنا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك. يعني بداية، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتحويل حزب الله إلى تشكيلة سياسية مدنية، برأيكم هل ستلقى آذانا صاغية؟ لا أعتقد، أن الأمم المتحدة يعني كان عليها أن تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجولان، هو الذي يحتاج هذه المنطقة منذ 67، وكان عليه أيضا أن يطالب إسرائيل بانسحاب مزارع شبعة وبعض المناطق في جنوب لبنان، إلا أنها انتفخت. ويذكرك أن حزب الله نشأ في جنوب لبنان بعد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان في 82، ظل هذا الاحتلال من 82 إلى 2000، وظل حزب الله الذي تأسس في تلك المرحلة يقاوم الاحتلال الإسرائيلي إلى أن دحره في 2000، ثم عاد وقاومه في 2006. الدولة اللبنانية التي هي عضو في الأمم المتحدة تعتبر أن وجود حزب الله في جنوب لبنان، الوجود المسلح، هو وجود شرعي، لأن هناك تهديد إسرائيلي وأراضي لبنانية محتلة، والجيش اللبناني لم يسلحه الغرب كفاية لكي يستطيع مقاومة إسرائيل. أذكركم بأن الطيران الإسرائيلي يجتاح أجواء لبنان يوميا، يعني يخترق أجواء لبنان بدون أي استنكار من الأمم المتحدة. لذلك هذه الأمم المتحدة تنظر بالعين الإسرائيلية فقط، وهذا أمر مؤسف. موضوع حزب الله هو موضوع داخلي لبناني، وهو موضوع داخلي سوري. الدولة السورية هي التي طلبت منه أن يشارك مع جيشها في القتال، والدولة اللبنانية تؤيد وجوده في جنوب لبنان المسلح. لذلك يعني كيف يعني طيب، فيما يتعلق بدور حزب الله في محاربة إسرائيل دكتور وفيق، يعني مراقبين كثيرين يعني أجمعوا على أن بعد دخول قوات اليونيفيل في عام 2006 إلى لبنان تجمد دور حزب الله في محاربة إسرائيل. لكن دور إسرائيل لم يتجمد، عرفت كيف؟ المقصود الأقوى، الأقوى هو إسرائيل. إسرائيل حتى اليوم تعتدي على مياه لبنان، هي تحاول السطو على الغاز اللبناني في البحر المتوسط، تحاول تعديل بعض أماكن الحدود اللبنانية. فأذكركم أن بنغوريون في ستينات القرن الماضي قال لبنان: أرجوكم في اللحظة الأخيرة أن تضموا نهر الريطاني إلى إسرائيل، لأنه حاجة حيوية لإسرائيل. هناك خطر إسرائيلي دائم على لبنان، لأن لاحظ أن كل المناطق الحدودية مع إسرائيل في سيناء الجولان هي مناطق صحراوية، لا تحتاجها إسرائيل لا في سيناء ولا في أي مكان آخر. دكتور وفيق، المعضلة الآن يعني هناك تخوف كبير من تنامي قوة حزب الله يعني على أمن لبنان ذاته. هلا الذي يحدد هذا التنامي هو لبنان. هلا اذا كان رئيس لبنان وحكومه لبنان لا تقول ذلك، يمكن لجيش ان يقول ذلك؟ يعني انا فقط اتكلم هذا كلام الامم المتحده. نعم، يعني الامم المتحده، لان يعني هناك دوله قتلت فيها في الامم المتحده، وهذه الدوله ليست تحت حزب الله على فكره، انها مخصصه لتوازنات قوى في لبنان. يعني هذه الدوله تخضع لنفوذ اقليمي سعودي ايراني، وهو وايضا هناك دول امريكي. يعني لذلك هذه الدوله تقول انها بحاجه لحزب الله الان. لاحظ انت كل المقاومات في التاريخ، المقاومات في فرنسا في الحرب العالميه الثانيه، انما نشات بعد انهيار الجيش الفرنسي. المقاومه ايضا في اسبانيا نشات بعد انهيار الجيش الاسباني. كل المقاومات في التاريخ يعني فعلت هذا الامر، فقامت قوى وطنيه داخليه وخاربت الى ان تمكنت من انهاء الخطر الخارجي. اليوم الخطر الخارجي لا يزال موجودا في لبنان. واذكركم بان لولا حزب الله لم يردع الارهاب في جنوب لبنان ثم عاونه فيما بعد الجيش اللبناني، لكنا اليوم نعاني من ازمه ارهاب يسيطر على كامل الدوله اللبنانيه. لذلك انا برايي على جودريتش ان يجري مفاوضات مع الدوله اللبنانيه ويسالها كم يحتاج الجيش اللبناني الى اسلحه، لان امريكا تمنع لبنان، لا تعطي لبنان سلاحا وتمنعه حتى من اخذ هدايا. روسيا يعني قدمت الى لبنان طائرات حربيه متطوره. يعني السعوديه ايضا تدعم الجيش اللبناني دكتور وفيق. السعوديه ايضا تدعم، كان لها هبه او هدايا للجيش اللبناني ايضا، واوقفتها 3 مليار دولار كانت السعوديه قدمتها للجيش اللبناني ولم تسلمها له على الاطلاق، واوقفت يعني هذه الهديه بدون سبب. لذلك انا اقول لك لا نستطيع ان نجعل الجيش اللبناني ضعيفا ثم نقول له عليك ان تلغي دور حزب الله. سلح الجيش اللبناني، نعم، سلحه واطلب من اسرائيل ان ترحل من بعض المناطق المحتله في جنوب لبنان. عند ذلك يحق لجودريتش وللدوله اللبنانيه ان تقول لحزب الله تحول الى منظمه سياسيه كامله،
اي لا اجنحه عسكريه. هذا الامر يحتاج الى ان يسلح الجيش اللبناني وان نلغي الخطر الاسرائيلي. هناك خطر اسرائيلي كبير على لبنان، هذا الخطر تجلى باعتداءات بدات في 42 ولم تنتهي الا في 2006 بعد الصدام الاخير بين حزب الله واسرائيل، لان كل يوم كل يوم ياتي الطيران الاسرائيلي الى لبنان. اما ان يخترق الاجواء ويجعلها ملعبا له، اما ان يضرب مناطق في سوريا من الاجواء اللبنانيه. هذا الامر لا تقبله دوله في العالم، لكن الضعف اللبناني هو الذي يقبله فقط. وايضا ربما بعد فتره قد يمنع حزب الله والطيران الاسرائيلي من التجول بحريه في اجواء لبنان. لذلك علينا في المنطقه ان نحاول القول ان المقاومات هي مساله شرعيه ومطلوبه عندما تكون الجيوش في مرحله ضعف، والا كنا تركنا لبنان الارهاب ورحلنا. حزب الله هزم الارهاب في شرقي لبنان واسهم في هزيمه الارهاب في سوريا. علينا ان نعترف هذه الامور اعلاميه معروفه من قبل كل وسائل الاعلام في العالم. هذا ما اردت قوله في هذا الاطار فقط بدون اشاده في احد. انا اقول لك عندما يبلغ الجيش اللبناني مرحله من التسلح، انا اقول لحزب الله مع كل الناس توقف، يكفي، الدوله هي المسؤول الحصري عن السلاح في مكان لبنان. نعم، شكرا جزيلا لهذه المداخله الكريمه دكتور وفيق ابراهيم، باحث في شان الشرق الاوسط، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.